صباح الخير، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو معلش بلشته بإنرجي نازلة شوي، بس المعنويات عالية. يعني السبب انه كنت مريضة لدرجة كتير كبيرة. هلا رح احكي لكم قصة مرضي حتى انتم تتجنبوا هذا الشيء اللي انا وقعت فيه. فحابة هيك بداية الفيديو لمدة دقيقتين كمقدمة، إن شاء الله ما أطول أكتر، أحكي لكم سبب المرض وليش دخلت على المشفى يومين ونقلوني إسعاف وهالقصص كلياتها. لأنه كنت مترددة أحكي هذا الشيء، بعدين قلت لأ لازم، لأنه في كتير ناس ممكن يقعوا بنفس الخطأ اللي أنا عملته، مع إنه هو خطأ تافه جدا، بس أدى بالأخير إنه أنا صار معي التهاب تسمم بكل جسمي واضطريت إنه أنام فيه بالمشفى. اول شيء بتمنى قبل ما تبلشوا الفيديو تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب اذا اول مره بتزوروا القناه. وصوتي معلش تحملوني شوي لانه لسه مرضانه، بس لانه وعدتكم انه رح انزل فيديوهات روتينات يوميه خلال الاسبوع، فحبيت انه انا اصوركم هذا الفيديو. القصة بلشت، طبعا الكل بيعرف انا كنت بعمل دايت لمدة 3 شهور. شاركت معكم النظام الغذائي اللي هو فيه الاحتياجات الكاملة للجسم من المعادن والفيتامينز وهالقصص كلياتها. فكان من ضمن النظام الغذائي كان في سناك، اوكي، اللي هي بين الوجبات. فانا ما كنت عن جد ما كنت اجوع ابدا، وما كان في وقت اصلا انه انا اكلها او انا قرشها وكذا. فكانت هي مثل المكسرات، مثل اليوغرت، اللبن يعني، الحليب، شغلات كتير فيها انه فيتامينز ومعادن. فانا كنت اتجنب اكلها، كنت اركز على الوجبات الاساسيه والشغلات اللي فيها فائده اللي هي محطوطه بالسناك كنت ما اكلها. فهذا الشيء ادى لضعف مناعه جسمي. اي ما تبين هذا الشيء وقت اللي صار معي التهاب بمكان معين يعني بمعدتي. هالالتهاب هو كتير بسيط وعادي، بس كان تأثيره كتير كبير. وصلت حرارتي للـ40 وعلقت سيرومات، وهلا عم باخذ حبوب وابر للفيتامينات حتى اعوض الشيء اللي خسره جسمي خلال هال3 شهور. فلا تغلطوا الغلط اللي انا عملته، انه انا ما انتبهت كثير. حتى الدكتوره كانت كاتبت لي وقت اللي بلشت الدايت وعملت تحاليل، فكان عندي مثلا نقص فقر دم شوي بسيط، هلا صار عندي اياه كثير. فكله بسبب انه انا ما كنت اركز على المكملات الغذائيه اللي كانت موجوده ضمن الدايت. احس بقى انه هي شغلات صغيره وما لها اهميه وهالقصص. فبسببها قديش شغلات يعني صغيره المرضى عن جد الله لا يدوق احد الشيء اللي انا دقته بهاليومين. بس المرضى هيك خلتني ما بوعي لمده يومين، ما كنت بوعي ابدا. فالطبيب وقت اللي عملت تحاليل قال له لزوجي عنده نقص فيتامينات ومعادن مو طبيعيه بجسمه، جسمه كثير بحاجه لتقويه وكذا، والالتهاب اللي عنده كثير بسيط اللي هو التهاب بالمعده. يعني ممكن تكون اكله شغله برا ما ينظيفه او اي شيء، ممكن انه هي تاثر عليكم خلال ساعتين ثلاثه وراحت يعني. بس ضعف المناعة اللي كان بالجسم هو اللي أدى لهي المرضى. فكان سببها الأساسي اللي الدكتور يعني قرروا بالأخير إنه كان عندي نقص بالفيتامينات والمعادن خلال الدايت اللي كنت عم بعمله. والدايت أثر إنه خلى جسمي ضعيف كتير بالمقاومة من ناحية جهاز المناعة. فعم بنصحكم أي حدا، شوفوا المرضعة والحامل عن جد أجلي إنه أنت تعملي دايت الأيام ما هي رايحة، يعني قدامك العمر طويل إن شاء الله، فبتقدري تعملي بس تكوني هيك مرتاحة وما يأثر عليكي أبدا، بتقدري تعملي هذا الشيء. لأنه الدايت قد ما اتبعتي نظام غذائي وكذا إلا ما يأثر عليك، لأنه نحن بنوقع بأخطاء ما لنا بعلم فيها بس بتأدي لمشاكل كبيرة. الشغلة الثانية، إذا كنتي أنت بكامل صحتك ومانك حامل ومانك مرضعة واتبعتي نظام غذائي، حسيت أهم من النظام الغذائي نفسه هو المكملات الغذائية. رح أحكي لكم بفيديو تاني شو هي المكملات الغذائية اللي حكولي عنها، قديش موجودة بشغلات نحن ما لنا خبرها يعني. فهي إنه هي اللي بتعوض جسمنا عن كل شيء حتى ما ينقصه، خاصة أثناء فترة الدايت. فبس هيك، ماني حابة أطول عليكم الفيديو أكتر من هيك.
هلا رح نبلش ادخل على المطبخ واصور لكم روتين يوم كامل. اليوم الحمد لله حسيت حالي شوي احسن، فقلت رح اصور لكم فلوج بروتين يومي، خليكم معنا وخلونا نشوف الفيديو. عامله اليوم سهله وبسيطه، وبنفس الوقت مالي ابدا طاقه انه اعمل طبخه كبيره وكذا، اصلا انا اوريدي دائما الاكلات اللي بعملها تكون بسيطه وسهله. تبلت عند الاصابع، دائما تقولوا لي انه ما بتحطي لها بهارات وكذا، فشايفين لونها احمر ولا بهار ولا فليفله وإلى الملح. ما بحطها بالفريزر اذا كان اذا كنت رح اطبخها فورا، بحط لها بهارات. اذا رح احطها بالفريزر بفضل انه ما احط لها البهارات لانه بتتغير شوي طعمتها، بس ما انه رح اطبخها فورا فحطيت لها البهارات عند القصاب. هلا طريقتها كثير سهله وبسيطه. الحلو انه انا اخذتها تقريبا اللحمه ما فيها دهن كثير، صايره لحمه حمراء بس. رح البس الكفوف، كثير ناس ما بيحبوا يدقروا اللحمه، لهلا عندي عقده من هالشغله، الفروج والسمك واللحمه ما بقدر كثير ادقرهم، فبفضل انه انا البس كفوف حتى اخذ راحتي بشغلهم. كثير كمان بتشكركم على التعليقات الحلوه، نزلت بوست على الانستغرام انه مريضه وكذا وهيك، مشان هيك انه كنت متاخره عليكم، فالكل هيك واساني وكتب لي كثير تعليقات هيك خلتني ترتفع معنويتي سبحان الله. حتى من الشغلات الحلوه انه المريض بحاجه لمعنويا انه ترتفع معنوياته حتى يسيطر على المرض. اوكي، فهلا شو عم بعمل؟ عم بخ الزيت. على فكره هذا البخار كان شغال معي كثير تمام، عشان اذا كان بخ هيك بهالطريقه فبدهنه بالفرشايه. ما رح اكثر زيت كثير، مقدار معلقه صغيره، عفوا معلقه كبيره. رح ابلش، هي شطارة ببسط اللحمة انه تكون كلها نفس المقاس، فرح انزلها مثل ما هي. ومثل ما قلت لكم انا اللحمة اخذتها بلا دهنة. هلا هي حتى هالاكلة سبحان الله، على قد ما هي سهلة على قد ما في كثير طرق كل ناس بيعملوها بطريقة شكل، انا هي الطريقة اللي بحبها وهي اللي تعلمنا عليها وتعودنا عليها. في ناس بحطوا لها توم وبصل وبقدونس بقلبها وشغلات كتير، بعدين ببسطوها يعني بشكلوها، حطوا لها حتى بقلبها فلفله حمراء فلفله خضراء. انا بحبها بهالطريقه، تكون لحمه هيك ساده وعلى وشها الخضار اللي هن بس رح احط البندوره والفلفله الخضراء. بس هلا انا رح احاول ارفع من الاحراف لانه هي رح تصغر على النار، فحتى تضل القرص معبي الطواية. هلا بدي منكم شغله، تكتبوا لي تحت بالكومنتس اذا كان حدا مرضان طبعا بالمعده يعني عنده هيك تلبك معوي او تسمم او هالقصص او التهاب بالمعده، شو الاكلات اللي انتم بتنحموا عليها؟ لان احنا عندنا البطاطا المسلوقه، عندنا الشوربات، عندنا هي الكبابه بالطوايه، هدول هن بس الانواع. عم تكتبوا لي تحت بالكومنتس انه شو هي الاكلات اللي كثير بتستفيدوا منها وقت بتكونوا مرضانين او اللي بتنحموا عليها حتى نستفيد من بعضنا. وبالنسبه للشوربه طبعا اكيد الشوربه لازم تكون بالعظام، اوكي، عظام الخروف يعني حتى تقوي الجسم. وهي الاكله صارت جاهزه. هلا اول شيء بحطها على نار قويه لوقت اللي شوي هيك تبلش تسخن تبلش تستوي، بعدين بوطي تحتها بتركها لمدة 20 دقيقة وبتستوي. اليوم وقت اللي فقت يعني بقد مالي مريضة وهيك، قلت مستحيل اقدر اصور، مع اني امبارح حاطة ببالي انه اليوم ان شاء الله اذا صحصحت وهيك لازم اصور فيديو. اول شيء انا بشتاق لكم مثل ما انتم بتشتاقوا لي. شغلة ثانية اليوم حابة هيك اصور شو المشاريع، المشاريع ما في شيء للاسف، اخذة اجازة من شغلي، كنت حابة اليوم كثير صور لكم اول يوم دوام لإلي واخذكم معي على الشغل. انا الي زمان ماني اخذكم ولا مرة ما عملت لكم فلوج بشغلي وشلون ببلش دوامي وشو ما عامل بالدوام من اول دوام لوقت اللي اخلص وهيك، فكنت حاطة بالي اصور لكم فلوج عن شغلي.
يومي كامل من ضمنه شغلي، فان شاء الله انطروا بفيديو قادم. هلا مضطرة اخذ اجازة بسبب مرضي. فاليوم شو عاملين؟ رفقاتي طبعا عرفوا انه نحن انه مريضة وتعبانة وهيك، فعملوا جمعة طلعة طرة، قالوا علا واو بتصحصح الا اذا طريت. فاليوم طالعين ان شاء الله مشوار، بس هلا لمشوارنا بقي له ساعتين. عندي اجت اختي واجت رفيقتي، فهلا قلت لهم رح اتغدى حتى ما اضطر اكل برا، لانه اكل برا هو كمان اللي بيأذي كتير. فهلا رح اتغدى بعدين رايحين، رح فرجيكم الاوتفيت ورح فرجيكم وين رح اروح. دائما انا وقت اللي بصور فيديوهات كتير بتكتبوا لي علا انه قديش مزوزة او نضايفية وانتي عم تشتغلي وقديش بتشحي على الشغل وكذا. هذا اللي انتو بتشوفوه من ستاند الكاميرا اللي هو هات للفرن اللي عم بنطبخ فيه، بس رح فاجيكم ورا الستاند ترارارا. فاكيد يعني اكيد مثل كل سنة بدها تقوم الدنيا وتقعد، هذا كله بينحط ورا الكاميرا ورا الكواليس، وطبعا هلا بنضفه يعني بثواني، بس كل شيء قدام الستاند الكاميرا وقدام الكاميرا بنحاول ننظف ويطلع شيء هيك مرتب. فأكيد ما دائما بشتغل هيك على نظافة وكذا، أكيد رح يطلع كركبة وهالقصص، فعادي يعني. I wanna give you a million things cause isn't love what it's all about. And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, something new. Then I would have what it takes, make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you. استويت الطبخة تقريبا، استويت رح فرجيكم اياها كيف صارت. هلا شغلت 5 دقائق طفي تحتها وبتكون جاهزة. ف شايفين المطبخ كيف صار، هاي اكثر شغلة بستمتع فيها. وانا عم بطبخ لما تستوي الطبخة بحب انظف المطبخ حتى وقت اللي تستوي الطبخة اكون كل شيء خالص. فهي كمان في كتير ناس اكيد بيعملوها هذا الشيء، بس في ناس ممكن ياجلوا لبعض الطبخة. انا كتير بكره هالشيء، يعني بعد ما واحد ياكل هيك بتقول له مروتو. Could I would get something new, then I would have what it takes, make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you. شوفوا قديش حلو جاكيت زيتي من عند إلسي واي كيكي، جايبينه له هاي الحركة من هون تطريز. أحلى شغلة ظهره، رح فرجيكم ظهره قديش حلو. شايفين؟ change your mind. وهون كمان على الصدر له هاي الحركة، ومطبقي لي معه شنطة حمراء، بس هدول عرفتوهم اللي صايرين هيك بنحطوا اكس على الصدر او على الخصر مثل البيلت مثل الكمر. كتير 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 حبيتهم بصراحة، جنيت عليهم. صح الجاكيت شوي كبير بس كتير طلع حلو. ورلول جابت لي هاد من بامبي، هون هاي احذية بامبي مشهورة كتير حلوة ومريحة، احذيتهم طبية بتكون. هي جابت لي هذا الصندل الزيتي انه تطبيق معه، يعني لون عسلي. شايفين قديش حلو شغله، كتير حلو ومريح كتير. شايفين كله نفس صابون نفس السحبة. فهذا جابته، يسلم ايديكم عن جد عن جد. الرفقة اللذيذين مثل رفقاتي نعمة، الله لا يحرمنا من بعض يا رب وما تشوفوا شر. عبودة النحفة وين؟ انه انا قلي ساعتين عم بدور عليه، وينه عبودة وينه عبودة؟ يعني ولا بغرفة ما لقيته. ما خطر لي يكون بهاي الغرفة المسكرة، هاي الغرفة على فكرة ما بفتح غير من الشتاء للشتاء. ففايدحها وجاي قاعد هون على حتى يريح راسه، رجع من المدرسة فحابب يريح راسه عم يرجع برامج الاطفال وهربان منا كلياتنا. نحن عم ندور عليه وهو قاعد هون. كيفك عبود؟ تعرف جيني شو لابس اول يوم مدرسة؟ شو هالاناقة؟ شو هالحلو؟ شايفين؟ شايفين ما احلى عبودة؟ خليني قلبك. شلون كان اول يوم مدرسة؟ احكيلي. حلوة؟ ما عندك وظايف؟
عشان المدرسة الحلوة ما بتعطي مصايب. لا عاوز كمل. استويت يا ريحته يا جماعه، ريحته بتجنن عن جد عن جد. اطيب اكله. هلا رح احضر الصحون، بس اول شغله رح اجاوبهم على سؤال كثير سالته امبارح بالفيديو، انه علا شو الخبز عم تستعمليه؟ اونو هذا اللون شايفين، ما في غيره على فكره، لون هيك الفوشيا على موف. ببذور الشيا، شوفوا شو مكتوب، شيا تهم له يعني ببذور الشيا، فهذا هو من ماركت اونو. هذا اكثر واحد بستعمله بصراحه، خلص تعودت عليه يعني بالحبوب الكامله. هذا الاوتفيت لليوم. بتذكروا اخذت هذا البنطلون وعدتكم انه انسقه واشاركه معكم، فقلت لكم انه عندي هذا الجاكيت مشاركته معكم قبل هالمره، فحبيت هلا اشاركه معكم قديش حبيت هذا التنسيق. يعني الخط اللي بالبنطلون نفس لون الجاكيت، فطلع حفره تنزيل، بس تحته بلوز بيضة وصار ينزل علي. هي الشغله المفاجاه الحلوه اللي حبيتها مع الاشارب البيج القطن وشنطه نفس اللون. حتى هون رح افرجيكم الاكسسوارز كمان نفس اللون. وهذا هو الاوتفيت لليوم، كثير حبيته مع هذا الشوز، كمان شاركته معكم قبل هالمره. هلا انا في كثير شغلات بالاوتفيت بشاركها معكم، بكون شاركتها معكم قبل هالمره، بس بحب ارجع اشاركها بتنسيق ثاني، وانه بحب افرجيكم انه نفس القطعه ممكن تلتبس على كذا اوتفيت، يعني بتطبق على كذا قطعه. فهذا هو الاوتفيت لليوم. بس رح فرجيكم الرمروم عن جد يا جماعه، طالع موضه التنوره عنا، نحن واحد شخص واحد بيطالع موضه التنوره والباقي كله بكر. ايش هالحلاوات يا رمروم، بتجنني. شايفين قديش لوقت لها كثير حلوه. اوكي هلا وصلنا لوين؟ على الدوشاي. نحن بنلف بنلف بالاخير وين بنجي؟ ما في غيره. اوف توب كابي. هلا وصلنا على الدوشاي، هي دخلتنا. هلا اجت القهوة، بس احلى شيء انه مع القهوة اجا رسالة امنية. ساعديني رمروم ترجمة. قربية قربية، يي طويلة. اوكي رح اترجم لكم اياها.